نذهب في جولة صباحية لثاني أكبر محافظة في العراق وهي موصل الحدباء وبالتحديد إلى سوق سراي مع زميلنا هناك لينقل لنا تفاصيل هذا السوق الأثري. يا صباح الخير عليك. صباح الخيرات والعافية. صباح الخيرات والعافية عليك زميلي حيدر، زميلتي زينب. طبعا نحن حاليا نقف في مركز البورصة القديم يمسوق التمر. هذا السوق سوق قديم جدا، وأصلا لما كانت المدينة بدون جسور كان هناك يعني هناك جسر حجري يربط ما بين جانبي المدينة الأيسر والأيمن، وهذا مدخل السوق القديم بالنسبة لهذا السوق، سوق التمر. طبعا هذا السوق يعتبر من أقدم الأسواق اللي كانت ترتادها أهالي الموصل منذ الصباح الباكر، كان يعج بالحركة، كان فيه خانات، خان التمر وخان المفتي وخانات أخرى كانت يعني مرتع للخيل والجمال واللي تصل من رحالة إلى مدينة الموصل. اليوم هذا السوق بعد ما تعرض له يعني من دمار الحمد لله والشكر رجع، واليوم السوق عامر بأهله، وقد تكون الخطوات بطيئة بعض الشيء، لكن لأنه حجم الدمار اللي وقع في المدينة القديمة وتحديدا في مركز مدينة الموصل هذا يعني كان كبير جدا. من البشائر وبشائر الصباح اللي أحب أزفها من خلال يعني قناة العراقية العامة، الخبر الأهم اللي وصلنا من الأستاذ عبد الستار حبه مدير بلدية الموصل بأنه هناك سيكون إعمار لواجهة النهر اللي هي اليوم بصراحة الواجهة النهرية يعني ستتغير وتغير ملامح المدينة. هناك اتفاق مع إسبانيا لنقل الواجهة النهرية لغرناطة وأشبيلية لتكون في الواجهة النهرية لمدينة الموصل، والمخطط والتصميم سيصدر خلال أيام إن شاء الله. طبعا من الأوائل اللي رجعوا في هذا السوق معي أستاذ عبد السلام. أستاذ عبد السلام صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. سلام الله. أنت اليوم يعني تعرف مدينة الموصل بصراحة هذه عين مدينة الموصل التجارية، إيش تقول عن السوق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السوق من أقدم الأسواق في الموصل، يعني يمتد الى اكثر من 300 سنه. السوق ما كانت بهذا قبل، يعني انا من كنت صغير بالستينات كانت ابواب خشبيه، وكان اكو اقواس حلان، اقواس ابواب خشبيه تفتح ليلا يعني تفتح صباحا وتغلق ليلا. الاسواق كانت تعوجها. نحن الان في مدخل سوق العطارين وسوق التنكشيه. كان اكو هون خانات كثيره، هذا المقابلنا خان بايلوز، اكو خان النفط، اكو سوق الخيول يسمى، اكو النعله بنديه، البعضاشيه، هذه بعض المهن انقرضت، بعضاشيه، النعله بند انقرضت. كانت الحركه هون سابقا يعني حركه جيده جدا من كافه الطوائف ومن كافه القوميات متآلفة. كان عندكم حتى عطيغين يهود، وين العطيغين اليهود؟ نعم، كان هناك حطارين يهود في نوكا جوا بالمنطقه، فرع ضيق مثل عزرا واسحاق وعبد غزال ومنشي وياهو وحسقيل، يعني كثيرها. انا عهدته بس حسقيل في بغداد كان يبيع اصباغ بالشورجه، هذا شفتونه هذا اخر ما شفتوا من العطارين. اما اليهود اللي كانوا هوني كانوا تجار وكانوا. طيب هاليوم السوق اليوم وانتم عطيرين؟ نعم. هم شغلكم بس على رمضان لو احنا السوق عامر يمتد من الصباح الى العشاء. السوق ما بس يعني ما بس جوز ولوز، اعشاب نحن نبيع، يعني انا خبير الاعشاب وبيع كافه انواع الاعشاب. واما الجوز واللوز هذا ما بس برمضان، يعني لا كافة المواسم، الشربت، النعناع، كثير أمور. يعني ليش قد يظل السوق مفتوح؟ والله يظلون قسم للعش، يظلون للموب، يعني الحركة بجهود البلدية والإنارة وتبليط الشارع، يعني أصبح من السهولة ساحة وقوف السيارات ساعدت كثير في الناس التبضع والمجيء إلى هذا السوق، صار منه حركة. حركة يعني أنا كنت بال 2020 أول ما فتحته الحركة ميتي صفر، لكن شيئا فشيئا عادت، فبدت ناس جمع الباشا تقريبا كان هو البداية النواة. أحلى موقف أنه من الشيخ ذاكر هو اللي بدأ كان يجتمع بينا ويشجعنا على العودة، وكان ركام الجامع
لكن بجهوده المفضلة بنى الجامع و... أنا أشكرك جدا سعب سلام. طبعا أيضا زميلتي زينب وحيدر، طبعا هذا السوق مثل ما نخشع يعني قيصريات وبمداخل كثيرة، من أجمل ما يميز هذا السوق أنه هناك قيصرية بالمصلاوي اسمها قيصرية السبع أبواب، وهذه السبع أبواب تؤدي إلى يعني مناطق عديدة بالموصل. خلينا نشوف، طبعا حاليا نحن بسوق التمر، وهي صناعة الراشي دائما مشهورة مدينة الموصل بصناعة الراشي اللي هي الطحينية يسموها عندنا بالمصلاوي، يحطون السمسم وتنزل بهاي الطريقة، طبعا طريقة العمل مالتهم، وهذا المدخل. طبعا ايضا زملائي يعني هذا سوق اخر، سوق التنكتشية والصفافير، يعني تشوفوه طبعا واضح جدا، هذا رجع ايضا. وهذا مدخله يعني مؤدي الى المركز العام القديم بمدينة الموصل، وهي من اقدم المناطق، 400 سنة يرجع عمر هذا السوق. طبعا نعم ايهم، طبعا هذا السوق يعني بصراحة تعرض إلى دمار كبير أثناء فترة احتلال داعش، لكن بعد تحرير مدينة الموصل وإصرار الأهالي على عودة الحياة، يعني نرى اليوم يعني بالبداية كانوا عام كامل. نعم نعم معك. نعم أنا أشكرك على هذه الجولة الجميلة في هذا السوق الجميل التراثي الجميل في أهالي الموصل، بأنه دائما مصرين على الحياة، والدليل بأنه نشوف أغلب هذه الأسواق كان يعمها الدمار لكن رجعت بقوة، ونشوف الناس بدأت تتواجد في هذه الأسواق ورجعت المحلات تنفتح وغيره من الفعاليات الجميلة في الموصل، منها من الحفلات والزيارات. حتى قبل فترة قليلة شفنا وفد كبير جدا من فنانين العرب تواجدوا في الموصل لنقل صورة إيجابية بأنه هذه المحافظة عادت إلى الحياة. لا ننسى بأن هذه المحافظة ولادة بالمبدعين، لا ننسى بأنها زها حديد بت هذه المدينة، كاظم الساهر أيضا، جواز سليم أيضا، فأتوقع كل هذه القامات الكبيرة خرجت من هذه المحافظة، شلون ما تريدها بأنه ترجع إلى الحياة وتستمر وترجع وتنقل صورة إيجابية. فكل الحب والتقدير إلى كل أهالينا في الموصل.